عادي، وهذا البرنامج نضالي هو رد وجواب على مجموعة من المغالطات اللي بدأت كتمررها الوزارة والحكومة بمعية القيادات النقابية المتواطئة معها. هذه المغالطات اللي كتقول بأنه تمت الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذلك من بينها زيادة 1500 درهم في الأجور ديالهم اللي هما اعتبروها زيادة تاريخية في قطاع التعليم، وبالتالي فلا داعي لاستمرار الأساتذة والأستاذات في الاحتجاج ديالهم. نرد على هذه المغالطات ونوجه التوضيح للأسر وأمهات وأباء وأولياء تلاميذ والتلميذات ديالنا. المطالب ديالنا لم يتم الاستجابة لها. على رأس هذه المطالب هو صاحب النظام الأساسي. هذا النظام الأساسي راه كنقولوها وكنعاودوها ونعاودو نشرحو بأنه راه جعلنا كاملين كمرسمين وكنفرض عليهم التعاقد، راه خرجنا من الوظيفة العمومية. واش شفتوا في المطالب اللي تحققات؟ واش شفتوا بأنه تم سحب النظام الأساسي؟ لم يتم سحب النظام الأساسي. قالوا بأنه تم توقف العمل به، غلط. والدليل على ذلك أنه المباراة اللي غتكون يوم السبت المقبل ديال توظيف ديال الأساتذة جدد في قطاع التعليم غادي يكون بموجب هذا النظام الأساسي، يعني بموجب عقود متعاقدين جداد. كذلك مجموعة من المذكرات كطيح يعني كيستعملوها المديرين الأكاديميات وكذلك المديرين الإقليميين، راه المرجع ديالهم هو النظام الأساسي. إذا هذه أكذوبة، لم يتم لا تجميد لا سحب النظام الأساسي. ثانيا بخصوص الأجرة، الزيادة في الأجور 1500 درهم، أولا هذاك المبلغ لا يساوي نهائيا النسبة، لا يجاري النسبة ديال الزيادة في الأسعار اللي وقعت لمدة 10 سنوات والأجور ديال الأساتذة والأستاذات مجمدة في مكانها. الزيادة في الأسعار بلغت في بعض المواد الاستهلاكية أكثر من 100% ديال الزيادة. ثانيا هاد الزيادة ديال 1500 درهم غتعطيها لنا الدولة حسب ما كتقول، بعدا إلا عطتها لنا، لأن راه كيبقاو الاتفاقات، حنايا لا نثق بالاتفاقات اللي كديرهم الدولة بصفة عامة مع النقابات، لأنه عندنا فيها تاريخ وتجربة ما يمكنش باقي نعاودو نثقوا فيهم. ونفترض أنه فعلا التزمت باتفاق 1500 درهم، غتعطيها لنا بواحد اليد وتستلمها باليد الآخر، كيف ذلك؟ مباشرة غادي دير إصلاح ديال التقاعد، اصلاح ديال الانظمه ديال التقاعد مباشره، راه غيتم الاجهاز فيه ب 1000 درهم دقه واحده. كذلك الاصلاح ديال الكنوبس غيمشي فيه ما بين 250 درهم و 500 درهم، يعني في رمشه عين ما غيكمل حتى سنه وسنتين وغتمشي ديك 1500 درهم اللي كتشدق علينا بها الوزاره. اذا اهم حاجه غنقولها دابا، راه الاساتذه في الشارع ومضربين، راه ماشي زعما واش هما مرتاحين، راهم متضررين بحالهم بحال التلاميذ ديالنا. وراه يكون في علمكم، حسبوا عدد الايام دابا اللي حنا دايرين فيهم الاضراب، حسبوا عدد الايام راه كلها غتمشي لينا من الاجره ديالنا، راه كلها غتمشي من الاجره ديالنا. وحنا كنقولوا راه الاجره ديال الاستاذ والاستاذه راه هزيله جدا، وتخيلوا معايا شحال غيشط لينا من هذيك الاجره، راه كاينه صفر، غتشط صفر ناقص بعض المرات. ثانيا نحن نناضل الان في الميدان ولازلنا مضربين، لان احنا مازال ملتزمين بالمطالب اللي قلنا اول مره نهار خرجناش. قلنا احنا راه كندافعوا على المدرسه العموميه تبقى مجانيه، كندافعوا الوظيفه العموميه تبقى للشباب والشابات ديال المستقبل ديالنا. غدا ولدنا ولا بنتي يشد الاجازه ما غاديش يلقى وظيفه عموميه، غيلقى وظيفه خصوصيه فيها الاستغلال والعبوديه. اذا لا يعقل ان راه نحن هذا الشيء اللي قلنا، حنا ما قلناش راه راس المطالب ديالنا هي الزياده في الاجور، راس المطالب ديالنا هو الدفاع على الوظيفه العموميه، الدفاع على المدرسه العموميه تبقى مجانيه. وهذا الشيء غيدار باش سحب النظام الاساسي بادماج مفروض عليهم التعاقد، زائد عاد نجيو نتفاوضوا على باقي الملفات الفئويه ومن بينها الزياده في الاجور المعقوله.